طيب قررت بقى ترجع تعمل ايه؟ انا ما انا قررت ان انا لما كنت بمشي في الشارع والناس تقول لي يا استاذ حلمي حرام عليك، وحشتنا. وحشتنا جدا، وفين ذكريات، وفين مش عارف ايه، وفين اصعب طريق، وفين نورت، يا استاذ حلمي ارجع. فده كان السبورت الكبير جدا ليا ان انا يعني ارجع تاني واكمل تاني. وبعدين تشجعت وقدمت في نقابة الموسيقيين ونجحت نجاح انا ما كنتش احلم بيه اصلا. ايوه يعني بعد غياب 11 سنة ولا 12 سنة وتيجي الناس فاكراك والناس عارفاك والناس كانت بتسمع عنك ان انت كنت، كانت الناس اللي بتشتغل معاك دي كانت مصر كلها تعرف حلمي عبد الباقي كان بيشتغل ازاي وبيتعامل مع الناس بتوعه ازاي. فدي السيرة الحلوة بتدنها لآخر طبعا يوم موجودة. في الطريق. لكن العمل النقابي عمل شاق شوية، دخلته ليه؟ والله انا في يعني دخلته لاني انا يعني فتره كده من الفترات ايام ما كنت بشتغل كتير قوي قوي يقولوا لي الناس بتحبك ما تخش، اقول لهم انا طالما مش هخش وما يبقاش عندي وقت ان انا اخدم ولادي اصحابي اخواتي ما خلاص. بس انت كان عندك ايمان قوي جدا ان مصطفى كامل هو الاصلح لمنصب النقيب، رغم انه هو عرض عليك قبل كده قال لك انزل نقيب المهنه. طبعا طبعا يعني انا لو فتحتيني في مصطفى كامل فانا هقعد اتكلم عنه مجلدات بجد بجد يا ايمان. والله 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 وربنا شاهد على كلامي، وانا لا منافق ولا بجامل وكل الناس عارفه كده كويس قوي، انا لا بجامل ولا بنافق ولا اي حاجه. الراجل ده عشره عمري، يعني اكتر من 30 سنه احنا اصحاب واصدقاء على المستوى الاسري وعلى المستوى الفني، وكل نجاحاتي او معظم نجاحاتي معاه. بس لما اشتغلت معاه نقابه، لا ده موضوع تاني، يعني حاجه. حتى لما قال لي حلمي انزل وانا في ظهرك، قلت له لا، احنا الاثنين لازم نكون موجودين في النقابه. أيوة. بصرف النظر عن المسميات، بس انا شايف ان انت الاقدر يا مصطفى ان انت تقود السفينه، لان انت عندك مميزات مش موجوده عند ناس كتير قوي وانا اولهم.